لقوا في شاب واخد طلقتين في دماغه على الارض ميت والدم مغرق الدنيا. طبعا الزوجه بتعترف لويسا الاعتراف الخطير. ايهما اكثر جرما؟ ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محال. تعال نشوف الجريمة دي اللي تمت في حي العجوزة محافظة الجيزة، اكثر تحديدا في ميدان لبنان، اكثر تحديدا قدام محل من المحلات الشهيرة جدا اللي هو محل الهواري، ودي من المحلات اللي معروفة في المنطقة دي. ايه اللي حصل؟ شاب ماشي في الطريق حي العجوزة، دخل على ميدان لبنان، واقف قدام محل الهواري، عطي ظهره وبيتفرج على البضائع والحاجات اللي بتتباع في المحل. فجأة وبدون مقدمات الناس سمعوا صوت ضرب نار. شيء طبيعي ضرب نار، يعني ايه؟ صوت فرقعة، ده رصاص. فالناس اللي في المحلات طلعت، اللي في الشوارع بتبص، اللي راكب عربيه وقف، لقوا في شاب واخد طلقتين في دماغه على الارض ميت والدم مغرق الدنيا، ودماغه دي زي باللغه الدارجه متفرتكه. بس ما شافوش مين اللي عمل كده. هو واحد خبطوا طلقتين في دماغه وسابه ومشي من غير ما حد. هل اللي ضربه كان راكب عربيه؟ طب كان راكب موتوسيكل؟ طب كان ماشي وراها على رجليه؟ طب يعني ده قتل خطا، يعني واحد رصاصه جايه من مكان مجهول، لكن ده واخد طلقتين في دماغه. ده معنى كده ان واحد دب دب وراح مشي، يعني واحد دب دب حط الطبنجه ومشي ولا كانه عمل حاجه. طبعا مجرد البلاغ ما وصل لقسم العجوزه، تحرك رئيس المباحث وفريق البحث. الشكل بتاع الولد والضربه جايه من الخلف، يعني واضح ان واحد مترصد ومش عايز يواجهه، لا ده عايز ينتقم منه، يخبطه في دماغه طلقتين يبقى ضامن ان هو ميت ميت، في نوع من التشفي. ابتدت بقى التحريات، بيسالوا على شخصيه مين، لقوا الشاب ده اسمه محمد وانه ساكن في منطقه العجوزه، حي العجوزه، وابتدت التحريات تشتغل هوب هوب. عرفوا ان الشاب ده من خلال استجواب اصحابه ومعارفه والناس المقربين منه ان كان على علاقه مع زوجه، مع سيده متزوجه. ابتدت الخيوط توضح، معنى كده ان احتمال كبير يكون اللي قتله زوج الست، اكتشف العلاقه فقتله. وبالفعل ابتدت الخيوط تتجمع في يد رئيس المباحث لغايه ما ابتدوا يعرفوا مين زوج الست دي. ابتدوا بقى يدوروا على خط سيره في نفس اليوم وفي نفس التوقيت اللي حصلت فيه الجريمه دي. لما سالوا عنده في الشغل الوقت اللي حصلت فيه الجريمه، كان الساعه 12 الظهر، كان فين؟ قالوا ما جاش الشغل في اليوم ده. ابتدت الخيوط تظهر مع بعضيها. تم احضار الزوج في ايه في ايه، قالوا لا احنا تعالى بس تعالى، ما وجهلوش اي اتهام، قالوا له يوم كذا الساعه كذا كنت فين؟ ابتدى يرتبك ده وقت ارتكاب الجريمه، وما رحتش الشغل ليه؟ بالاضافه الى الكاميرات اللي موجوده في الشارع، صحيح الكاميرات ما جابتش شكله، جابت واحد واقف ومره واحده واحد واقع وناس ماشيه ما حدش خد باله. لكن رئيس المباحث مع حنكته ابتدى قال له الكاميرات جايباك، انت جريمتك ارتكبتها قدام محل الهواري في ميدان لبنان في حي العجوزه في دايرتي، الكاميرات جايباك صوت وصور، فانت يا ابن الحلال اعترف كده، لان الدليل هنا الانكار، مش احنا مصورينك والكاميرات جايباك وانت مطلع الطبنجه وضربه في دماغه. ابتدى الزوج ينهار، وفعلا حنكه الضابط وخبرته وقعت هذا الزوج في اعتراف تفصيل. قال انا
كنت بشك في زوجتي من زمان ان هي على علاقة بحد من الشباب في المنطقة. في اليوم ده اتخانقت مع مراتي فضربتها وقلت لها لازم تعترفي لي بكل حاجة، فانهارت واعترفت وقالت هو اللي ضحك عليا وهو اللي غرر بيا وهو اللي كان بيقنعني انه بيحبني وفعلا كان بيتردد عليا وكان بيقوم علاقة معايا في الاسبوع مرتين، وانا كنت خايف اقول لك علشان كنت خايف ان انت تخرب البيت وتطلعني وتحرمني من عيالي. طبعا الزوجة بتعترف لجوزها الاعتراف الخطير ده. السؤال انا بطرحه لكم بقى واللي دايما بطرحه انا، هو الزوج لما الزوجة تقول له انا خنتك، هنا الزوج لما يحب ينتقم، ينتقم من الزوجة ولا ينتقم من الراجل العشيق؟ يعني واحدة بتقول لجوزها ضحك علي وهمني بالحب، سلبني عز ما املك، كان كل شوية يجيلي وانت مش موجود. هنا الغلط على الشاب، الاتنين غلطانين، ده الاتنين استغفر الله العظيم، ان كانت هي ولا الشاب اللي بيتردد عليه، لكن ايهما اكثر جرما؟ اللي عطته عنوانها واللي فتحت له باب شقتها واللي دخلت جوه الشقة واللي دخلت جوه غرفة النوم واللي اتجرت قدامه الملابس واللي سمحت له انه يعمل علاقة كاملة، هو كان هيقدر يروح الا بموافقتها؟ كان يقدر يدخل شقتها الا بموافقتها؟ كان يقدر يعرف ان جوزها موجود ولا مش موجود غير من خلالها؟ كان يقدر يدخل اوضة النوم ويكون معاها علاقة الا بموافقتها؟ الشاب ماله؟ الشاب ماله؟ قال لك لا هو اللي ضحك عليها، مراتي مؤدبة ومحترم ومش قلة ادب، هو اللي ضحك على مراتي، ضحك على مراتك. مراتك مؤدبة وهو اللي ضحك عليها؟ هو خد منها 50 جنيه؟ ده خد منها عرضها وشرفها، خد منها اعز حاجة عند الست، وما ينفعش ياخده الا بموافقتها وبرضاها وبتشجيعها وبسعادتها كمان. تيجي انت يا زوج تقول ضحك على مراتي؟ انت ضربت مراتك؟ لا ما ضربتهاش، هي اعترفت لي وربنا بيغفر، انا مش اغفر؟ طيب عملت ايه بعد كده؟ قال لك فضلت اراقبه، عرفت انه بيتحط تحركاته، وانا جبت سلاح من واحد صاحبي واستنيته لغايه ما لقيته ماشي في منطقه لقيتها هاديه شويه، والمحلات في الوقت ده ما بيبقاش لسه حد الرجل دبت عليها، لقيته واقف قدام محل الهواري، جيت ضربه طلقات وجريت. فين السلاح يا ابني؟ ادي السلاح من الشخص اللي انت اشتريته منه او جبته منه او واحد صاحبي. اتجمعت كل الادوات، مثل الجريمة بالكامل بعد ما سلم السلاح اللي استخدمه وقال انا دفعت عن شرفي وعرضي، ضحك على مراتي واستغل طيبتها واستغل اخلاقها العالية واستغل ان هي ساذجة وكان بيتردد عليها بعد ما اوهمها بالحب. يا سلام، انت لغايه دلوقتي لسه قاعد تقول استغل جمالها وادبها واخلاقها؟ بعض الرجال يا جماعة ما بيشوفوش غير نص كوب الفاضي، ما بيحاولوش يعرفوا. طب هو عرفها منين؟ طب هو مجرد ما قال لها بحبك تجيبه البيت عندها؟ يعني الراجل ده اللي بيدافع عن مراته لغايه دلوقتي ده انت هتاخد اعدام؟ القتل اللي انت يعني عملته انت مش ماسكهم في وضع تلبس، ده انت قاتل الشاب في الشارع في غير وضع تلبس، وماشي وراه وواخد طبانجة ومش مرخص وضربته طلقتين وهربت، تاخد اعدام. طب اصبر يا اخي، خليها قضيه شرف، مراتك قالت لك بيتردد عليا، قول لها خليه يجي لك ويقتلهم في تلبس. لكن اللي انت عملته ما حدش استفاد منه غير مراتك، عشان هتتل وانت هتاخد اعدام وهي قاعده ببيتك بتاكل، هتاكل من معاشك. ما تفهمش الناس دي اللي بيرتكبوا الجرائم ما بيفكروش في النتائج المترتبه على ارتكابهم للجريمه؟ طب انت مصيرك ايه؟ ولادك مصيرهم ايه؟ طب ما فكرتش في مراتك دي؟ مش هتخسر اي حاجة، خانتك وعايشة في بيتك وعايشة مع عيالك وهتاكل من معاشك، وانت ولا في دماغك؟ طلعت كسبانة هي في كل حاجة وهتشوف واحد غيرك، هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.